السلام عليكم، انا اسمي ماهر ملكة، بروكسل. جيت سنين وانا هنايا، جيت صغيره. كانوا خوتي كيلعبوا في الاراضي ويزوروا، باعوا الاراضي ديال با وامي، وكان مشارك معاهم واحد من الفاميلا حتى هو. صيفطت واحد السيده من العائله ديالي باش تسول على واحد الارض بوزكوره، مشات عند ولد خالتي. مني مشات لعندو، هو رئيس المحافظه ديال الدار البيضاء، زور الاوراق، مشى باع هذيك الارض ب 4 مليار. عيط لي لون 2013 قال لي غادي نجي لعندك، قلت له ما تجيش عندي حتى نمشي للرباط، ديك الساعه غادي نشوف صاحب الجلاله، الا قدر هو يسامحك يسامحك، اما انا ما نسامحكش. هذاك حق با وامي، هو ولد خالتي، غير من هو اسمه كندي مصطفى وانا ماهر ملكة. هو ماشي باه، ماشي با، ومو ماشي موي، جداتي هي جداته هو. المهم قال لي لا، كتبت لي جداتي، وانا جداتي ما كنعقلش عليها. ومشى لبوسكوره، باع الارض واتفق مع المحافظ، ومشيت لبوسكوره. انا كان سعاده الملك ذاك النهار غادي يمشي لبوسكوره، انا كنت ديجا لمراكش، وقلت للبوليس خلينو تلقى لي. قالوا لي راه لا ما يوقفوش، الا تلقيتي لي غادي يدوزو فيك. قلت لهم اللهم يدوز عليا صاحب الجلاله ولا يدوزو عليا الشفاره، ودابا اللي كنطلب من صاحب الجلاله. ومشيت لوزاره العدل، جراو علينا، قال لي هادشي اللي معلقين هنا راه واخا نتوما في اوروبا راه الشعب كيكذبوا عليكم. وانا بغيت صاحب الجلاله نهضر معاه، ويفاجئني انا جالي مرض القلب على قبل تشفرت هادي، ودابا هذاك رزق ولادي، ولا بغيتو يعاونني والله يكثر خيره، كان ما هو ما كيبغيش الظلم، وبغيتو يعاونني ويكونفوكيني نجي واخا نعس في الزنقه غير يجيب لي حقي. هذا اللي كنطلب من صاحب الجلاله والله يخليه. وبغيت وزاره العدل حتى هي تستقبلني، ماشي جيت وجراو عليا. ودابا حتى هذاك المحافظ ديال بوسكوره ملي مشيت لعندو، غير جبدت له الاسم ديال السيد اللي سرق الارض ب 4 مليار وباعها وتم متفق معاه، هرب ما بقاش 4 ايام وانا كنمشي ليه. واحد الشاوش قال لي يا بنتي هذاك راه في كرسو العجينه، غير ما تبقاي تجي راه وهرب. وشكرا سعاده الملك، انت احنا كنعيشوا هنا ولكن احنا عايشين معاك، كنشوفوك في لاتيلي، كنشوفو شنو درتي، كنشوفو كل شيء. ودابا ما بقاش قدرت نصبر، وجاني مرض القلب، ما بقاش نصبر على هذا الشيء. انا بغيتك تجيب لي حقي، الله يخلي لك وليداتك يا صاحب الجلاله، هذا الشيء اللي بغيت. وشكرا. Yo.